السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. ما شاء الله تبارك الله، اليوم التاريخ 19/11/1445. ما شاء الله تبارك الله، اليوم الرابع واحنا نستخدم خلطة رقم 1 للوقاية من جميع الأمراض، وخلطة رقم 2 لتنشيط المبايض، وخلطة 4 للتسمين. ما شاء الله تبارك الله، هذه صحة الحمام تب ولله الحمد. هذه أول حظيرة أصورها لكم بعد استخدام خلطة ولد الشرقية اللي هي رقم 4. ما شاء الله تبارك الله، بس حبيت أوريكم الحمام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الحمام أمامكم، شوفوا هذا إنتاجي، هذا اللي شوفوا عليه الحجل، هذا من إنتاجي بسم الله، غير الفروخ اللي نازلة تحت. بسم الله هذا البيض ما شاء الله إنتاج، بسم الله ما شاء الله. هذا الفر بسم الله، هذا الفروخ شوف بسم الله ما شاء الله، هذا الفروخ. بس حبيت أصور لكم قبل ما أستخدم الخلطة، اليوم الرابع ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين. هذا إنتاجي، شوف هذا الفرخ اللي عليه الحجل، هذا إنتاجي. اللهم صل، واللي يم هذا إنتاجي بسم الله، وهذا إنتاجي. أكثر الطيور ما عليه محجول بسم الله ما شاء الله. ها تشوفون، تشوفون الحمام جالس على البيض، الله يعز خلطة رقم 2 بسم الله. هذه توها طايحة شكلها بايضة. ها هذا الحمام بعد استخدام خلطة رقم 1 للوقاية من جميع الأمراض، وخلطة رقم 2 بسم الله ما شاء الله. نروح الحظيرة الثانية وبسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الآن الحظيرة الثانية، هذه الفروخ أمامكم تحت بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كم يوم وأنا أستخدم الخلطة؟ اليوم الرابع، الحمد لله آمنة. كلهم هذيل إنتاجي ما شاء الله تبارك الله، شوف كلهم اللي عليهم حجلين هذيل إنتاجي، شوف شوف بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف على طول الحمام قامت تصف الخوص، ورموا في بعضهم رموا بيض بسم الله، بسم الله. زي ما علمتكم الخلطة بستخدمها لمدة 5 أيام، يعني يوم الثلاثاء آخر شيء، أو يوم الجمعة نخليها 7 أيام متواصلة بسم الله ما شاء الله، تالي كل أسبوع مرة واحدة كل جمعة بسم الله ما شاء الله. بس حبيت أصورها لكم قبل ما نعلمكم طريقة استخدام خلطة ولد الشرقية. طبعا حلالي دائما أتابع بالكاميرا، عندي الواي فاي والحمد لله تابع حلالي كله، من الخيل من الطيور من الدجاج من الصيصان، اللهم لك الحمد. طبعا الحمام تحب تتروش في الخلطة يا شباب، دائما أقول لكم الحمام يحب يتروش. ونقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي ما علمناكم المعلقة الأولى 15 لتر، وهذه المعلقة الثانية. طبعا هذا اليوم الرابع وإحنا نستخدم الخلطات، وريتكم صحة الحمام تب ولله الحمد. طبعا هذه 15، هذه 15، هذه 20. الآن قلنا 20 كم نحط فيه؟ معلقتين جبل بسم الله. هذه على كل واحدة حطينا معلقتين مات الأكل، قلنا احنا هذه تستخدم كل أسبوع مرة واحدة كل جمعة بعد ال5 أيام. طبعا هذه خلطة رقم 2 بسم الله، هذه واحدة، وهذه هنا ثنتين، وهنا في ال20 قلنا ثنتين نحط، ها حطينا ثنتين. هذه خلطة رقم 2 ممتازة جدا، وهذه ثنتين باقي آخر، وهذه ثنتين يا أبو الشباب. أوكي خلصنا من خلطة رقم 1 للوقاية من جميع الأمراض، خلطة رقم 2. الآن جينا في خلطة رقم 4، ها فنجال قهوة، فنجال قهوة على 15 لتر، تسمين، فتح شهية، مكملات غذائية ممتازة جدا. في 20 لتر نحط 2، هذا الأول وهذا الثاني. هذه تستخدم من 10 أيام إلى 15 يوم حق تسمين الصيصان، الحمام، اللحم ممتازة جدا. ها في كل 15 حطينا فنجال قهوة، هذا هو مال القهوة فقط. خلصنا الآن الكورس. طبعا أنا دائما خلطاتي تكون عندي في الثلاجة هنا،
اوكي نروح الان نقدم للحمام قبل ما تزيد علينا حرارة الشمس. اليوم جيت بدري الساعة 8، العادة اجي الساعة 10 11 وما شابه ذلك. اليوم عندي شغلة، قلت خلنا اجي اخلص موضوع الحمام وجميع الخلطات. بكرة ان شاء الله يوم الثلاثاء يكون الخامس، احتمال امدد ليوم الجمعة، واحتمال اخر شيء بكرة اللي هي خلطة رقم 1 وخلطة رقم 2. لازم الصيصان مدة 10 ايام الى 15 يوم بالشهر نعطيهم خلطة التسمين. الصيصان لازم 2 فنجال على 20 لتر، واذا عندك حمام عندك اي شيء زي ما علمتك على 20 لتر نحط استكنتين. خلطة رقم 1 في 20 لتر معلقتين، خلطة رقم 2 معلقتين او 3 معالق ما في مشكلة، اللي كانت 2 او 1. هنا كم قلنا؟ استكنتين شاهي فنجال، الفنجال في 20 لتر يا بوي. ونقول بسم الله. طبعا هذه الان خلطة رقم 1 للوقاية من جميع الامراض، وخلطة رقم 2 وخلطة رقم 4. بسم الله. على الان لازم نرج الخلطة كويس، شوف الاعشاب بسم الله، شوف هذا الكركم بسم الله ما شاء الله، شوف كيف اللون بسم الله، هذا اوراق المورينجا بسم الله، هنا الكركم لازم تذوب الحبوب، هنا لازم تذوب. طبعا هذا الان نقدمها حق الطيور، والعشرين لتر الصوت البويه للصيصان. طبعا بصور لكم الصيصان ما بعد اصور هذه الخلطه بسم الله ما شاء الله. هذا الان الصيصان كلبهم هذيلي استخدمنا عليهم خلطه ولد الشرقيه بسم الله. خشص ما تطول السنابه، بس نكتفي بكذا لان الطيور تكره. طبعا ما شاء الله تبارك الله زي ما علمتكم الان عندي الساعه 8، ما بعد يحتر الجو لان اليوم جاي بدري، فالحمام بتجي تشرب لاني شلت المويه امس الساعه 4 العصر. طبعا هذه اول حظيره بسم الله ما شاء الله، وبسم الله ما شاء الله، ونزلت الان الحمام تشرب من الخلطه بسم الله ما شاء الله. هذه الان الحظيره الثانيه، الان نذهب الى الصيصان. الله يطرح البركه يا رب. زي ما علمتكم اليوم الرابع، بس حبيت اصور واوثق مدة 5 ايام متواصلة ان جميع الخلطات امنة باذن الله. ودائما اقول الوقاية خيرا من العلاج، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا صحة الصيصان، شوفوا لله الحمد، شوف شوف بسم الله، اكثرهم طالعين والله ورا الشبك، شوف شوف غير اللي طالعين برا، شوف بسم الله ما شاء الله. كم يوم الان حين نستخدم خلطة رقم 4 وخلطة رقم 2 وخلطة رقم 1 للوقاية من جميع الامراض. قلت لكم الصيصان مع خلطة رقم 4 تفز تفز تكبر على طول بسم الله بسم الله بسم الله. هذا الان الصيصان، طبعا الان بقدم لهم الخلطة. خلوني اوقف التصوير علشان ابي اعبي لان ما عندي احد يمسك الجوال ولا عندي، بس حبيت اصور لكم الصيصان بسم الله ما شاء الله. خلطة التسمين ممتازة، استخدمها مدة 15 يوم، صور قبل وبعد 10 ايام وبعد 15 يوم، شوف التصوير عندك يختلف التصوير ولا لا. طبعا ما شاء الله تبارك الله، شوف الان هذه الصيصان تشرب من خلطة رقم 1 للوقاية من جميع الامراض، خلطة التسمين وخلطة رقم 2. المفروض ما نحط خلطة رقم 2، بس حبيت اصور لكم ان الخلطة امنة على الصغار قبل الكبار. ان شاء الله وضحت الصورة. يكفي خلطة رقم 1 وخلطة رقم 4، يكفي في 20 لتر فنجال قهوة 2 ومعلقتين رقم. طبعا ما شاء الله تبارك الله، هذه الان الصيصان تشرب من خلطة رقم 1 للوقاية من جميع الامراض، وخلطة رقم 4 تسمين فتح شهية مكملات غذائية زي ما علمتكم في السطل البوية، فنجال قهوة 2، خلطة رقم 1 للوقاية من جميع الامراض معلقة 2، وخلطة رقم 2 ملعقة 2 في 20 لتر له سطل البوية. دائما اقول الخلطة ممتازة جدا، خلطة رقم 4 تسمين فتح شهية مكملات غذائية، تشوف الصيصان شوف تشرب وتاكل وتنفرد لحالها تروح تنام. الحمام اذا تروشت في الخلطة ممتازة، ان كانت طيور الزينة او جميع الطيور، تطرد ابو فاش انا متأكد 99%، لان كثير ناس استخدموها وقالوا لي على هذا الكلام مرة، لان فيها الحلبة، الحلبة ريحتها قوية وفيها ثوم، الثوم يقتل الحشرات،
تخيل انت ثوم، حلبة، فلفل اسود، دارسيم، كلها هذه اذا تروشت فيها الحمام تطرد ان شاء الله ابو فاش. شوف الصيصان وين نايمة، على طول شربت وعلى طول نامت. عن اذنكم الان رايح حق الخيل، الخيل لازم الان اعطيه خلطة رقم 4، بس حبيت اصور واوثق لكم يا شباب.